نسائي. هذا عطر رجالي، عطري أنا. أنت كذاب يا حسام، كذاب. سميرة، أنت لازم تقول لي على كل شيء يا حسام، كل شيء أصلا. سميرة، لعن الشيطان ونزل إيدك، لا تقلبي حياتنا إلى جحيم، لا توصلي مشاكلك مع عبد العزيز عندي أنا. سميرة، لا تخلي الشك ينزرع بيننا يا سميرة. أنا جاي لك بابتسامة عريضة، تقوم تقابليني بهذه الطريقة؟ إزاي ممكن أعرف العطر النسائي من وين جاك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ممكن تقول لي من وين تيك الاتصالات؟ تليفونك ما يسكت يا غسان، كلش ما يسكت. أنت بتظلي تشكي في كل شيء، من شوية سالفة العطر، الحين سالفة التليفون، أنت إيش صار لك؟ أنت اللي إيش صار لك يا غسان؟ يكون في علمك انا ما ممكن اسمح لاي واحده تاخذك مني، لانك انت الخام اللي انا شكلتها على كيفي. انت يا غسان لي انا وبس، فاهمه شيء؟ الو، Thank you.
الو غسان، أنا عارفة أنت زعلان مني، أرجوك سامحني. أنت لا تلومي، أنا هذا اليومين أعصابي تعبانة في المكتب، بس تحملني هاليومين. إيه بس سميرة، ما لدرجة الشك؟ إذا ما واثقة فيني قولي. أنا واثقة فيك يا غسان، واثقة فيك أكثر من أي شيء في الدنيا، فاهم؟ غسان حبيبي، قم نتغدى مع بعض، أنا عارفة أنت تعبان من المعهد، ويا ريت تنسى اللي صار بيننا قبل شوي. طيب انا بقوم اتغدى، بس بقوم عشانك بس. تحب ترد على التليفون ولا بتخليه يرن كذا على طول؟ ومن متى انا ارد على تليفونات في هذا البيت؟ الظاهر التليفون عشانك. هذا التليفون سكر، يعني لو كان حلي كان بيستمر يرن. يعني ايش؟ يعني اللي متصل غلطان. اها، انت شايف كذا يعني؟ هي ولا ايش بيكون يعني؟ الظاهر اللي متصل ما غلطان، بس يبدو لي انت اللي متاخر عليه وما رديت. الو، ايوه عبد الله، ايوه انا خبرتك تمر علي العصر. طيب انت نام مرتاح وبعدين تعال مر علي. مع السلامه.
تعال تغدى. خلاص ما يلي نفس. لهالدرجة يعني اللي اتصل وقلب كيانك وخلاه مالك نفس تتغدى يعني ولا؟ لا قلب كياني ولا شيء، وإذا تحبي تعرفي من اللي متصل فهذا عبد الله. أنا واثقة بالكلام اللي تقوله، مصدقتك فيه. بس كأنه في كلام تبي تقولي. لا أبدا، بس وأنا داخلة عندك الغرفة من الساعة ناديك، شفتك تكتب رسالة فبغيت أعرف لمن هاي الرسالة. هذيك ما رسالة، هذيك شوية طلبات أنا جالس أسجلها عشان أخذها معاي وأنا رايح البلد. يعني أنت تريد تزورهم؟ أي طبعا، صار لي فترة ما زرت أهلي، بالمرة أشوف سالفة التلفون اللي ما تركبت عندهم لحد الحين. طيب ممكن أقرأ الرسالة؟ كأنك شاكة في الكلام اللي أنا جالس أقوله. لا أبدا ما شاكة، بس بس إيش؟ حبيت أقرأ الرسالة. لا يا سميرة لا. إذا أنت كاتب رسالة حق وحدة. إيش؟ أيوة، وهذه هي الحقيقة يا أستاذ. سميرة ما في داعي لهذا الكلام. لا يا غسان لا داعي، من هي هذه؟ قولي إياها بسرعة. أنت مجنونة مجنونة، شكك هذا بيهرم حياتنا. مجنونة ولا غيره، روحي جيبي رسالة بيقراها الحين يا غسان. تفضلي اقري عشان تبطلي شك مرة ثانية. إن شاء الله تأكدتي بس. سامحني يا غسان، أنا أسفة. بعد إيش بس؟ بعد إيش؟ غسان لا تلومني، أنا خايفة عليك، أنا خايفة لا تي أي واحدة تشاركني فيك. أنا غسان أبيك لنفسي، أبيك بعقلك وكيانك معاي وقلبك. يعني تريدي تمتلكيني؟ أريد أحافظ عليك يا غسان. بس أنت بهالطريقة تهدي كل اللي بنيناه. شكك فيه صار يملى نفسك وقلبك وعقلك. مرة تسألين عن سالفة التليفونات، مرة تسألين عن الورقة، مرة تسألين عن العطر النسائي. أيوة غسان، العطر النسائي أنت ما خبرتني من اللي حطت لك إياه. يا الله يا الله، ردينا مرة حال سالفة العطر النسائي. أيوة ردينا وبردوا بيعرف الحين تقولي من اللي حط لك العطر النسائي. انت اصلا صعب التفاهم معاش، صعب حد يتفاهم معاش اصلا، صعب. غسان غسان، انا عارفه انت اصلا رايح لها وحدها في الحديقه ولا وحدها على الشاطئ. غسان غسان مساك الله بالخير. مساء النور. اهلا غسان، موجود الوالده؟ نعم. اسال عن غسان الوالده. هو بعدين معاك انت، من اعطاك هذا العنوان؟ انا وغسان اصدقاء في المعهد.
انت المفروض منك تتاكد اذا هذا كان بيت غسان ولا لا. عفوا بس انا متاكد ان هذا بيت غسان لاني انا موصلنا اليوم البيت على اساس بعدين نروح نجيب سيارته من الوكاله وهذه كل السالفه يا ام غسان. ام غسان انا يا ولد الحلال. استغفر الله العظيم. على كل حال غسان ما موجود حاليا، طلع قبل شويه. صار خير صار خير. شكرا يا الوالد شكرا. يوه صحيح ان ما عندك نظر، لكن الشرها مو عليك، الشرها على غسان اللي عنده اصدقاء اغبياء مثله. ولا انا ام غسان، انا الوالده. متى بتجي يا غسان؟ متى؟ والله ما عمش أقول لك يا غسان، أقول لك أنا ما لحقت أقولها إلا غسان موجود، إلا طالعتني بهذيك النظرة وقالت لي كم عطاك هذا الرجوان؟ ما عرفت يعني شرد عليه صراحة. أمك هذه عصبية وايد. عبد الله خلاص زين، خلاص كنا من هالسالفة. خلاص أنا أعتذر لك بالنيابة عنها زين؟ إيه تقول هذا الكلام غسان؟ أنا مو زعلان عليك، بعدين أمك مثل أمي يعني، عادي. ألو؟ أهلين. أنا يسمون أهلين. أنا بصراحة خايف إنك ما تتصل. قوم أنا أحتغمي في الأكل أحسن لي. أيوة. أنا بصراحة عندي كلام كثير كنت أريد أقول لك إياه. أنا مستعد إني أسمعك، تفضل. ما قلنا شيء، سلم علي بس لا توقفي مع هذه الوقفة. أحس أنك بدأت تغار يا ولد عمي. من هناك ببدأ حياة جديدة. أنت تغيرت كثير يا غسان. أنا حلمت ألف مرة وأريد أحقق حلمي ولو لمرة. أظن يا غسان أنه حلمك بين يديك، يا تريد تحققه أو تتركه. الحقيقة أنا كنت جالس في هذا الدرج وأنت جالسة هنا في هذا الدرج. زين وبعدين؟ وبعدين؟ لا يعني بس المشاعر. نعم أقصد الجمال، أقصد أنا في الحقيقة أنا لما شفتك ما قدرت أتمالك نفسي فرسمتك يعني، أرجو أنك تقبليها مني. غسان أنا عارفة أنت زعلان مني،
أرجوك سامحني. إيه بس سميرة، ما لي درجة الشك؟ إذا ما واثقة فيني قولي. أنا واثقة فيك يا غسان، واثقة فيك أكثر من أي شيء في الدنيا، فاهم؟ غسان حبيبي قوم نتغدى مع بعض، أنا عارفة أنت تعبان من واحد، يا ريت تنسى اللي صار بيننا قبل شوية. طيب أنا بقوم أتغدى، بس بقوم عشانك بس. أمين؟ أنت وين رايح؟ أنا ما رايح مكان، بعدين في حد يخرج الساعة 2 بالليل، بالله عليك. وين أمي؟ أمي نايمة في غرفتها، لكن ما جاوبتني. أنت وين رايح الحين؟ هو تحقيق ولا إيش يعني؟ هو ما تحقيق، هو سؤال عادي مثل باقي الأسئلة، لكن اللي شيء ما عادي في الموضوع هو خروجك في مثل هذا الوقت. وين كنت رايح؟ اوه زين، وانت ايش اللي مصحنش الحين؟ لا تجاوب على سؤالي بسؤال، وانا اريد اعرف ايش اللي مصحنش الحين. خير، ايش فيكم صاحي لهالوقت؟ انا ما صحيت عشان اروح اشرب ماي. وانا بعد كنت عطشان ورايح اشرب ماي، وبعدين كنت ادور على حبوب الصداع. انت مريض؟ لا شويه بس مصدق. زين اوديك مستشفى؟ مستشفى؟ لا ما في داعي، بس انت اعطيني حبتين محبوب صداع وانا راح اكون احسن يعني. طيب تعال معي. أخاف أقول لك إني معجب فيش من أول لحظة شفتك فيها. ما تصدقين؟ ليش ما صدق؟ خاف إن كلمة الإعجاب ما تعبر عن حقيقة كل مشاعري. من غير ما تتكلم وتقول أي شيء، عيونك فاضحتك، وأعتقد أنا بعد عيوني فاضحتني. صدقيني عندي كلام كثير أريد أقول لك إياه، لكن كل ذاك الكلام تبخر ساعة ما شفتك. لا أنا ولا أنت نعرف إيش نقول في هذا الموقف. زين مين اللي بيقول؟ اجلس خلنا نسمع كلام البحر. البحر أحسن واحد يتكلم عن كل المشاعر. أنا أتأكد غصن أبويا هيكون جاي شيء ولا شيء. دوك تفضل. أحسنت. نجي هاي ريالين خليهم في المخبر، وهاي ريال حق زكوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حي الله بخميس وسيف. والله ما مصدق عيوني كانتوا جايين دكاني، ما مصدق. نعم تفضلوا، ان شاء الله بداية خير يا جماعة الخير. اسمع يا مرشد، نحن ما جايين نتفضل عندك، وعسى الله لا يجي بذاك اليوم. ما هشتوا يا خميس، الله يهديك يا اخوي. انتوا داخلين دكان وجايين مني على لقد تعرف سكريم شبه بارد بسكوت. اسمع يا مرشد، احنا جايينك في مشوار صغير، نبغاك تروح معنا، ما بنطول عليك.
أروح معكم على هين إن شاء الله. مكتب الوالي، تأخذ الفلوس اللي لك وترجع لأخوي خميس مزرعته. مزرعته؟ أنا ما أبغى أبيع مزرعتي، الله يهديك سيف. ومن قال لك تبيع مزرعتك؟ يا أبوي أنا جاي أسترد مزرعتي اللي رهنتها عندك. وانت متى هات عند مزرعة يا خميس الله يهديك؟ وحد الله بيني وبين الرهن. ايش تريد تقول من هالكلام يا مرشد؟ عايد اقول لك يا خميس انك انت بايعتني المزرعة وانا اشتريتها منك، والاوراق موجودة عندي والشهود موجودين، ويمكن بعد يسمعوا حسي. انت كذاب كذاب ولص وحرامي. انا بايعتك مزرعتي يا الحرامي؟ انا بايعتك مزرعتي؟ انا رهنتها عندك. وبعد بشغلك فيها على مزاجي، لان انا ما فاضي حال المزارع الحين. انا مقدم طلب حال عمال، واذا وصلوا بستغنى عندك بعد. لحظة يا مرشد، متى اخوي خميس بايعك مزرعته؟ ومتى تم هذا الشيء؟ بالله عليك لو انت قاسي سعله، ابوي خلنا نصير عند الوالي ونشتكي عليه ونفضحه قدام خلق الله. اللي مثل هذا ما يجيب التفاهم. لحظة يا اخوي لحظة، خليني نفهم السالفة. أنا ما عندي سوالف أقولها يا سيف. إذا كنتوا باغين تشتروا شيء من الدكان حياكم الله لو سهلا، وإذا باغين تشتروا المزرعة سيروا شوفوها وإن شاء الله ما بنختلف السعر. الظاهر يا مرشد إن الضربة ما أثرت فيك بعدها، لكن تأكد إن المرة الثانية بتكون ضربة وسكتة. إيه الرجال ما يضربوا في الظلام يا خميس، الرجال تواجه. أحيل أبوي يصير دول لك مزرعة ثانية، ولا خليك تشتغل معي بيدار. إيه مرشد، الظاهر أنك قاصد الشر. لا تفتكر نحن جالسين كذاك ونشوف حقنا يضيع من يدينا. لا تقدر أكثر من لازم، ترى الدنيا فيها محاكم وقانون. وحد ماسكنكم على المحاكم؟ إذا ما تعرفوا طريق المحاكم واحد يبوديكم. سيروا أبوي. اسمع يا مرشد، خميس صبرت عليك واجد، يا ترجع لي مزرعتي يا بيكون هذا اليوم آخر يوم في عمرك. خميس لو قربت مني مرة ثانية بحطم لك راسك وبطحنه بهالعصا هذه وبخليه مثل الطعين. خميس اهدى الله يهديك، لا تسوحل عمرك مشاكل. ما بعده ما بعده يا سيف ما بعده. هذا الحرامي يسرق لي مزرعتي عينك عين، وتريدني اهدى؟ لا والله ما هديت. اهدى يا خميس اهدى، وكل شيء بيرجع مكانه. الحق يعلو ولا يعلى عليه، واللي يسرق تنقطع ايده، اما هذا لازم ينقطع بكبره لكن بالقانون. خليه خليه خليه. وبعدين مع مرشد هذا اللي جالس لنا كل يوم طالع بسالفه. مرشد هذا يا حفيظه يريد يمسك خميس من اليد اللي تعوره. يعني ايش يا سيف؟ يعني يا اخويا خميس، مرشد يعرف غلاوة المزرعة عندك ويعرف غلاوة بنتك، عشان كذي كل يوم يساومك ويخوفك ويهددك. كل هذا عشان توافق على زواجه من بنتك، وبعد كذا يعطيك المزرعة. بس أنا ما مستعدة إني أتزوج مرشد. ومن قالش إنش أنت تتزوجيه؟ أنت لغسان ما لحد ثاني. اطمئني يا كبيرة اطمئني، لا مرشد ولا غير مرشد يقدر ياخذش. وتوكيب بالنسبة لموضوع المزرعة يا سيف أخوي، ترى مرشد هذا يقول أون عنده أوراق تثبت أني أنا بايعت المزرعة وأنه عنده شهود، وأنا بصراحة ما أعرف هالموضوع كيف صار. خلي يقول مثل ما يريد يقول، أنت ما عليك منه. إحنا مرشد هذا ممكن نتهمه بالتزوير، وحتى لو السالفة وصلت المحاكم اللي مثل مرشد ورباعته هذا ما يجيبه بغير القانون. لكن يا أخوي يا خميس أنت الله يهديك نوبة، لا تقوم كل شوية تعترضه وتهدده. سبحان الله، يمكن صار في شيء ولا شيء ما حد يعرف، مات ولا طاح، بعدين يقول انت مسوي هذا الشيء. المهم الحين احنا نستعد لزواج غسان من سلمى. الف الف مبروك يا كبيره. يا عبد الحميد انت تقول شيء وام امين تضمر في داخلها شيء ثاني. يا ريت لو نتكلم بوضوح بدل لا نجلس نضيع الوقت في اللف والدوران بدون فائده. يعني ايش يا صالح؟ يعني المسألة تعدت موضوع استقالتي الى موضوع تحقيق مع الأستاذة. افهم بالطريقة اللي تعجبك، وشيء جميل ان تفكيرك هداك لهذا المعنى. اذا انا في موضع اتهام الحين.
موضع اتهام وتصفية حسابات. تقدر تقول لي حضرتك ليش قدمت إجازتك في فترة غير اعتيادية؟ والشيء الثاني، ليش قدمت إجازتك في وقت ظهور عبد العزيز بن إبراهيم؟ إذا أنت شاك في شيء، بس يا ريت لو أعرفه إيش هو علشان نكون أكثر صراحة. إذا كنت تريدنا نتكلم بصراحة فأنا ما شاكة، وبس إلا أني متأكدة عن أشياء كثيرة كانت غايبة عن بالي وبدت تتضح لي الآن وبوضوح. أولاً موضوع إجازتي واستقالتي ما لهم علاقة بظهور عبد العزيز. وأنا أكد لك أنهم لهم علاقة، لأن عبد العزيز يعرفك زين، ويبدو لي أنكم تعرفون بعض أكثر ما إحنا نعرفكم. أم أمين أرجوك راعي صحتك، لا تحاولي تنفعلي. ما ملاحظة عبد الحميد إنه أم أمين بعدها جالسة تلف وتدور على الموضوع وما قادرة تتكلم فيه؟ لا قادرة، قادرة أواجهك بكل الحقائق. والحين اطلع، اطلع من القناع اللي حاطه على وجهك واللي ظليت تعاملني فيه طول هذه السنين. أنا آسف كنت مخدوعة فيك. بداية جميلة، بداية جميلة، تفضلي كملي أنا أسمع وعبد الحميد بعد يسمع. من غير لف ودوران يا أخي، أنت لص وحرامي وتسرق مواد البناء من مواقع الشركة وما تقدر تقول لا. العمال اللي كانوا يتعاملون معاه هم اللي أقروا عليه، إجوني هني المكتب واعترفوا بكل شيء. صالح قام يقيم في ولايته مشاريع صغيرة وقام يبيعها، وطبعا من وين؟ كله من وراء ظهر وفلوس الشركة. هذا الكلام صحيح وأنا ما أنكره أبدا. في شيء ثاني تريد تقولي؟ وما تقدر تنكر انك كنت تغير بموازنات المشاريع بموازنات اكبر بحجة ارتفاع مواد البناء، لانك كده تتلاعب باسعار ميزانيتين. وهذا الكلام بعد ما انكره، لكن كل شيء يتم معرفتك وموافقتك وتوقيعاتك موجودة على كل موازنات وعلى كل ورقة. يعني الكلام اللي تقوليه مدام باطل، لأنه ما عندك أي دليل مادي علشان تتهميني بأي شيء، إلا إذا كنت تقولي إنك تسرقي نفسك بنفسك، وهذا الشيء يقال عنه مرض نفسي. يعني يا صالح أنت تعترف باختلاساتك من أموال الشركة؟ هذه ما تسمى اختلاسات. لا تعطوا الموضوع أكبر من حجمه. هذا الشيء ممكن تسموه شطارة، ذكاء، خبرة، أو أي شيء ثاني من هذا القبيل. أنت تسوي كذا يا صالح؟ عفا عبد الحميد لا تلعب علي، أو بالأحرى لا تجلس تلعب على أم أمين أكثر من كذاك. يعني إيش؟ يعني أنت شريكي في كل شيء أنا سويته، لكنك لما حسيت أننا بننكشف جيت تبين طهارتك ونزاهتك قدام الأستاذة. ايش اللي تقول يا صالح؟ حقيقة. انت كذاب. انا ما اكذب يا نزيه، انا كذاب وستين كذاب. انا ما كنت اتوقعك توصل بهذه النذالة، تسرق الانسانة اللي مغرقتنك بفضلها وتتهمني معاك. لا يا صالح لا. هذا ما اتهام، هذا حقيقة. لكن اطمئن، لا ام امين ولا القانون قدروا يتهموك أو يتهموني بأي شيء، لأني مثل ما قلت لك قبل شوية ما عندهم دليل. أم أمين أرجوك لا تصدقين كلام صالح، هذا كله كذب وافتراء وما إلى أساس من الصحة. أنا طول عمري أخدم هذه الشركة وأعتبر نفسي جزء منها. هذا الإنسان كذاب، والله كذاب. زمان عجيب وغريب، اللي يقول الصدق يعتبروه كذاب، واللي يكذب يعتبروه عبقري وذكي. لكنك كذاب كذاب كذاب. انتوا الاثنين طلعوا برا، طلعوا برا.
يبدو أنك أسلمت هديتك قبل أوانه يا أستاذ صالح. كنت عارف أنك ما بتتركني وتحاول تنتقم مني، أو بالأحرى أنك تقدم لي هدايا كثيرة من هداياك الطيبة. قلت أطلع بكرامتي وقدم استقالتي، لأني ما أريد أحد يهددني، وخصوصا يكون واحد مثلك أنت. كل ذرة شك وخوف أحاول أن أقتلعها من داخلي، وهذا اللي صار. بس أحب أقول لك أنك قدمت لي خدمة حقيقية، وأتمنى أني أقدم لك هدية مثل هديتك هذه. الهدايا ما يقدموها للشطار، لازم تفهم هذا الشيء. قصدك ما يقدموها إلا للشطار، وهديتك بتوصلك في الوقت المناسب يا شاطر. يبغالك سنين وسنين لحد ما تتقن فن تقديم الهدايا وفي الوقت المناسب، لكنك تعلمت وبشكل معقول كيف تأخذ من الآخرين. إن شاء الله بتأخذ أكثر. بنشوف من اللي يضحك في الآخر. لا تفتكر إن هي هذه النهاية. سلامة راسك، هذه هي البداية والأيام بيننا. تبقى في نفس الزمان تفقد الأمان.